انت محتاج وانت جوعان وما ناسي هاي المخلوقات هاي الكائنات. ما انساها، لا ما انساها. النملة ما ناسيها؟ اي ما انساها. الف بالها مثل ما هاي الدنيا. ترى انت هيك الله ما ينساك. لا حش على ربك الله ما يتيه. اي والله. والله حش على حشايتك حشة. والله حش على ربك. يا الله يا ارحم الراحمين. السلام عليكم. استريح استريح ابو علي استريح. استريح جزاك الله خير. شلونك ابو علي؟ شو اخبارك؟ عرفتنا احنا قناه الفرات مو؟ عرفتك. ناخذ لك لقاء؟ نعم اخونا وعلى راحتك. الله يسلمك ابو علي. هذا شكله شكله لك. الله يساعدك ابو علي. الله يعافيك. شلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله. الحمد لله وشكر نعمة. الحمد لله. شنو مقعدك هنا ابو علي؟ والله ما عندك شغل؟ عم تطلع الصبحيه هاي؟ ماك شغل والله. اه ابو علي ماكو. ليش؟ ايش مثلا نوبات اروح ايش نوبات ايش ماكو شغل والله. ماكو شغل ثابت ماكو ايش مثلا ثابت شغل. الله يعينك. رحم الله. جالس لك شلون ابو علي؟ عيشتك شلون؟ والله لو العالم مثل الدارين مثل شو اسمه ابو علي. الله والناس أيوة. الخير. اي أيوة والله. نال الله. لا حش على ربك. مريت بظروف صعبة؟ اي أيوة والله. يا لو وقف لك. والله اولاد خالهم وقفوا لي عالجوني اخذوني البصرة. شنو بيك؟ حالة نفسية ما اطيح لي ما شربت العلاج اطيح والله ما اقدر. حالة نفسية؟ اي أيوة والله. على علاج؟ اي أيوة والله على علاج. واللي ما شربت اطيح واللي شربت لازين شوية. عندك عيال؟ اي عندي بنات سنين. بنا سنين نعمة الله وعالي خليت لي مدة يخوي أفتر دوم بالشوارع بس هسا شوال مرية ردت لي وقعدات وهاي شاذب هذا؟ هذا ريده يعيش شنو نمل؟ اي نمل ذبلة تمه؟ اي ريده يعيش يومية تهيش سوي؟ اي كل يومية ذبلة هنا عجيب اي هو ذبلة كل يومية هنا خليه عجيب خليه ترى انت جوعان ها؟ انت جوعان شاش اسوي ما يخالف يعني انت محتاج وانت جوعان وما ناسي هاي المخلوقات هاي الكائنات. ما انساها، لا ما انساها. النملة ما ناسيها؟ اي ما انساها. الف بالها مثل ما هاي الدنيا. ترى انت هيك الله ما ينساك. لا حش على ربك الله ما يتيه. اي والله. والله حش على ربك. حشايتك حشة. والله حش على ربك. والله ما عندي قلت لك نوبات عود اشتغل ليش نوبات بن خالات له هاي وما اقدر اتعب يديني ورمن بسرعة وارجع من العلاج وما اقدر. يوار ما نديني ما اقدر اشتغل. ايه. طققها نديني. طيب هالمعون خليها مذبلها تحصلها بثواب شوي. ذبها ذبها. انا اقول لك 1000 ونص 1000 ونص ما يدبرن؟ لا يدبرن بس هن كاف هن ذي كافي علي. شو وين اروح بهن انا؟ انا لا اطلع لا امشي ما امشيش مثلا واجبات وهاي ما هم اتعب ما اروح. الله. الله يساعدك ابو علي. والله رحم الله. الله يكون بعونك. رحم الله. انت راتب ما عندك مو؟ لا والله راتب ما عندي. وتتمنى يصير عندك راتب؟ والله بركه الله. اذا صار عندك راتب وكي كارت بتجيب هنا ايه. شو تسوي بيهم؟ تفرح بهذا الراتب؟ اي والله افرح. تستاهل ابو علي. والله ونعم منك. اذا مو انت ما تستاهل هذا الراتب من اللي يستاهله بعد؟ هذا انت المقتنع الراضي بعيشتك اللي ما شايف يجوز لا مو ولا مدينه ولا ايه. هاي. صدق والله. بس شنو اريد منك؟ تسوى العيد تشتريها كون كله جديد طق باكيت الله كريم جداشة جديده خوش نعال جديد خوش زين خوش. وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه جايين حتى يسجلون لك راتب يصير عندك معاش رحم الله والديك الف رحم الوالديك هاي زين بعد رحم الله والديك كم السلاحه ياك الله استاذ عباس استاذ عباس وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه عافيك شلونك شلونك الله يستر عليك الله يستر عليك راح اخذ معلوماتك مستبسكاتك وين مستبسكاتك بفطره وبساطه ناسنا واهلنا الاوليين كادر معاش وصل له حتى يقدم له المعونة والإعاشة اللي تعينه على مصاعب الحياة.